أكدت رئيسة التحرير صحيفة 14 من أكتوبر استمرار إصدار الصحيفة رغم الظروف التي تمر بها، وقالت إنها قلصت عدد صفحات الصحيفة من 16 صفحة إلى 14، وكذا قلصت حجم الصحيفة نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة. يشار إلى أن الصحيفة الحكومية الموالية للرئيس هادي معرضة للإيقاف. لن يغلق باب المؤسسة في وجه أحد، ولن يخفض صوت المطابع، لكن نحن اتخذنا الإجراءات الأولية اللي هي تخفيض عدد صفحات الصحيفة، لأنه فعلا يعني تعاني المؤسسة والصحيفة من نواقص كثيرة. نفقات التشغيلة طبعا نحن أسوة بالبقية المؤسسات الإعلامية، لم تصلنا من صنعاء لأكثر من 3 أشهر، غير المرتبات. طبعا المرتبات تصلنا، ويعني يستلم المرتبات شهر فبراير ويناير ومارس، ومارس إن شاء الله قادم أيضا الراتب.